أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أنا جيتكم الليلة بفيديو جديد مختلف من ضمن فيديوهاتي الجميلة اللي أنا بحاول إني يعني أعمل لكم طوال إن شاء الله، إن شاء الله تلقى رضا واستحسان منكم. يعني دي زيارتي لسوق الأحد في المدينة بتاعتنا، زي ما شايفين يعني الناس خاطين البضاعات بتاعتهم، وكل واحد يعني سبحان الله بيحاول يعرض البضاعة بتاعته عشان يلقى له زبائن. يعني فيها أول الفيديو كان فيه زي أقفاص بتاعت مانجا، دي المانجا الباكستانية اللي بيجيبوها الباكستانيين من باكستان وبيعرضوها هنا في كل يوكي يعني سبحان الله. هنا ثاني بعض الهدوم المعروضة برضو، بعض الملابس وبعض الطرح. الطرح جميلة جدا بكل الألوان والأشكال، وطبعا السوق ما شاء الله تبارك الله يعيش يعني بالعارضين اللي بيسوقوا يعني الزبائن اللي بيشتروا والناس اللي بيعرضوا البائعين يعني. تاني نمشي لقدام كده ان شاء الله بنلقى هنا يعني بعض البائعين برضو والمتجولين برضو. دي مجموعة من الأحذية لا مؤاخذة، الشباشب النسائية الجميلة، و تاني كل الأشكال وكل الألوان وكل المقاسات طبعا بتحت الأحذية. يعني بضاعة جميلة جدا وفي نفس الوقت رخيصة في متناول الأيدي، يعني كل الناس ممكن يجي يشتروا ويطلعوا مبسوطين، والبائع يكون مبسوط يعني، والمشتري برضو بيكون مبسوط يعني. فممكن برضو الناس تساوم يعني، تقول لهم مثلا ادوني لا بكذا بكذا، ممكن يجاوبوا معك. هنا ده بعض الأقمشة الجميلة الظريفة اللي هي برضو زي فيها زي اللمعة كده، يعني الألوان مثلا البني والأزرق والبمبي. هنا ده بعض العدة ما شاء الله تبارك الله، برضو عدة جميلة جدا، سيراميس وهوت بوتل هي الحلل حلل البارد الحار، وبعض الجكوك وبعض الفناجيل بتحت القهوة، الفناجيل بتحت الشاي، وبعض لا مؤاخذة الأطقم بتحت الملاعق والشكك والسكاكين زي ما شايفين، والصواني وكل الحياة الجميلة ما شاء الله تبارك الله. يعني ما شاء الله السوق يعني في معروضات جميلة جدا زي ما يقولوا من الإبرة لغاية أكبر حاجة يعني ممكن تلقاها في السوق دي. الناس بتجي، أنا هسه هنا ده اشتريت لي زي سويت كورن وفيه زي شطة كده ده، قلت أثناء ما أنا قاعدة يعني أتناول يعني الحمد لله رب العالمين. فجميل برضو بكون حار جميل في أي وقت، بشطة وبليمون وبعض البهارات برضو، حاجة جميلة جدا يعني. ففيه ليمون زي ما قلت لكم برضو، وهو الناس بتتناوله حار يعني من الحلة طوالي لليد، يعني بدوها لك طوالي في الكوباية البلاستيك دي وبالملعق البلاستيك، يعني ممكن تاكلها في أي لحظة في أي وقت. أثناء ما انت بعد ما تكون خلصت مثلا الشوبينج بتاعك، ممكن تكون قبل ما تطلع من السوق ممكن تتناول السويت كورن. في كله في زي الثلاثة والأربعة يعني نساء ورجال بيبيعوا الحاجة دي يعني. ثاني هنا ده برضو جبت لي شاي مشهورة به، برضو مشهور به الباكستانيين يعني، عبارة عن لبن ب بس هحاول افتحه لكم، لبن طبعا حار برضو، لبن ببعض البهارات الباكستانية وبعض الألوان برضو الباكستانية وبعض المكسرات، يعني حكاية جميلة جدا، جميل جدا. برضو يدو لك حار شديد يعني، انت لما تشربه بتشربه حار شديد. برضو جميل جدا في طعمه، في
وفي في يعني لما تشربه يعني بعد مجهودك لفيت فيه ولا لفيت في السوق الأحد بعد ما تنتهي من بعد ما بعد المجهود اللي بذلته انت بتكون. انا قعدت لي في داخل يعني مطعم داخل سوق الأحد وطلبت الفول الشاي بتاعهم دي, وتاني ده طلبت لي زي ثلاثة سمبوكسات, والسمبوكسة بتاعتهم كبيرة شوية, ومعاهم سلطة ومعاهم الشطة بتاعتهم يعني. فبرضو بعد أنا زي ما بقول التسوق الناس لازم تاخد ليها زي برضو دي الموية برضو تحتي, وده ده الكيس بتاع الشوبينج بتاعي. زي ما قلت لكم دخلت لي مطعم باكستاني, كل اللي بيبقوا فيه باكستانيين, واخذت السمبوكسه دي. السمبوكسه بتاعته زي ما لاحظين هنا كبيره في الحجم يعني بتشبع الزول ما شاء الله تبارك الله. فاخذت منها اخذت لي زي اسهل الطلب الصحن او البوش بيقول لك ثلاثة قطع, وبعدين سعره رخيص يعني ما سعر غالي. يعني الناس تقول عليه غالي, لا ما غالي ابدا. فزي ما قلت لك زي ما قلت لكم يعني, فالواحد بيتبسط يعني بعد ما خاصة لما الناس تمشي في مثلا معك واحدة كده تمشي تسوق الاثنين. انا حصل يعني مشيت مع صحباتي, لكن المرة دي الليلة دي مشيت براي يعني. فانت براك ولا معك زول ولا معك هناك ممكن يعني تستمتع يعني بالتسوق في السوق الأحد زي ما قلت لكم. وفي نهاية بعد ما خلاص تنتهي من التسوق بتاعتك تدخلي مثلا في المطاعم بتاعتهم دي اللي بيبيعوا فيها, ممكن تتناول أي حاجة أنت عايزاها يعني, وموجودة بكثرة يعني أي شيء موجود بكثرة. طيب زي ما قلت لكم معها شطة السمبوك السدية, معها شطة ومعها الشطة بتاعتهم برضو هي شطة حمراء أو شطة بالمنت اللي هو النعناع, شطة بتاعت نعناع جميلة جدا ظريفة جدا. الواحد ممكن يأكلهم الاثنين مع بعض يعني. ولا بد كمان من السلطة مهمة جدا مع أي يعني أكل الواحد يتناوله, لازم يأخذ معه سلطة عشان ما يكون يتناول بس أكل يعني مثلا يكون لوحده ما معه حاجة يعني صحية أكثر. السلطة صحية جدا ولازم الناس تحرص على أن تكون في كل وجباتها. أرجو منكم لو أول مرة تشاهدوا القناة تحت دي أرجو منكم تدعموني بالشير واللايك وال التعليقات. أرجو منكم إنكم تدوني تعليقات جميلة عشان أنا أستفيد وأنتم تستفيدوا. وروني أنتم عايزين يأتوا نوع من الفيديوهات يعني, فأنا إن شاء الله بكون حريصة جدا إني ألبي طلباتكم وأكون عند حسن ظنكم, وإن شاء الله أحاول إني بقدر الإمكان إني أرضي كل الأذواق إن شاء الله وكل الطلبات الناس اللي بيطلبوها مني. وفي الختام سلام.